النهارده وانت بتصطاد العقارب بتعمل بيها ايه؟ طبعا بجيب العقارب بنحطها في حاجه كده زي ما تقولي بلاستيك نحطه شويه بتاع 20 30 ونحطهم اكل ياكلوا. تاكلهم ايه؟ ياكلوا جمبري. العقرب بياكل جمبري؟ ياكل جمبري يا صراصير. يعني انت تاكل التعبان والثعلب والعقرب ياكل جمبري؟ هو بياكل يا جبل صراصير يا جمبري. اما بياكل جمبري بيملى شاب تاني نحرمه له 2 3 مش كتير كده. انت عندك كم عقرب دلوقتي؟ ما احنا لسه رايحين نشوف. ازاي؟ ما تخليش عندي كتير انا بطلب. ليه؟ ما يموت مني. دلوقتي بقى واحنا في 2022 بتصطادوا العقارب منين؟ شجوا روحوا اسوان مصطادوا. اسوان؟ اسوان. روحوا اسوان مصطادوا منها كتير. هنا بسيط، يعني هنا ممسك المال كله اجيب لي 10 15، في اسوان ممكن اجيب 50 100 في اليوم. كل مكان في نوع واحد؟ يعني اسوان فيها نوع، القاهره فيها نوع، مكان في نوع واحد. يعني ما تلاقيش مكان يعني في كذا نوع. اسوان دي فيها نوع. حلو. بطين فيها نوع. تمام. ابرواش فيها نوع. تمام. الطيوب فيه نوع. طيب انهي اكتر نوع اللي السم بتاعه مطلوب اكتر؟ في الكريسكو ده. ده بيجي منين؟ من اسوان ولا من بلطيم؟ الكريسكو ده فيه من سينا. سينا. اقربها كانتاريوس كريسكو ده. دي السم بتاعها قوي. في نوع تاني كمان اليورس بتاع اسوان دي. اسوان. لو قعدت واحد بعيد عنك، انا جرصيت لنوبه قعدت يا ساتر كنت هموت. هتشر. جرصيت من هنا انا جرصني 10 عقارب. العقربة ما تموتش، اللي بيموت الحية أو الكبرى. تعبان الكبرى أو البخاخ أو البرجيل. أو الحية الجرعة أو مغريب ما بيموت الحية.